مرحبا بكم معايا من جديد في حلقه جديده من برنامج يوميات المقاول. سمحوا لي قبل ما تقولوا حتى شي حاجه، ما تصيفطوا لا كومونتير، ما تقولوا حتى شي حاجه. عرفت راسي غلط وغبرت على يوتيوب وغبرت عليكم، واخا الناس كيقول لك الديامون صيف، الله يهديك، راه يوتيوب هي باش بادي، خلي تيك توك وانستغرام، راه يوتيوب هي اللي بدا طلعاتك وهي اللي بيناتك افكتيفمون. وانا تنقولها دراري، اللهم لك الحمد وكنشكركم دراري وبنات، ماشي كنقول دراري، راه دراري وبنات، كنشكركم من هنا من قلبي، لانه غراسافو والله العظيم غراسافو انني عرفت انه المحتوى ديالي ديال منصف بن جلون مزيان وغادي في الاتجاه الصحيح. ما كندويش على شي حاجه تخربيقه، ما كيكونش شي محتوى غير لائق لا ليا لا ليكم للناس اللي كتفرج متبعيني وكتبغيوني، وكنجيبو دائما الجديد. وانا كنوعدكم والله ما غنبقى نغبر على يوتيوب، واخا هذا العجب فيه بزاف ديال التخربيق، وانا اخوكم على شويه على قد الحال في داكشي ديال المونتاج، فهمتيني، انا كنصور على تليفوني، انا ما كاينش داكشي ديال الكاميرات وكتركه، لا قد الحال لا قد الحال والله العظيم لا على قد الحال. عقبلوا عليا كي كنقول لكم دائما، وعاوتاني كنقول لكم ميرسي ميرسي لاي واحد شد الكلافي ديالو وكتب لي ميساج زوين وفرحني بواحد جوج كلمات ديال كيقول لك الله يرحم لك الوالدين وشكرا بزاف على داك المحتوى ديالك، وحنا راه كنبغيوك بزاف، كمل على شنو كدير منصف. وانا من هذا المنبر انا تنقول لكم حتى انا كنبغيكم، وكنتلاقى مع الناس في الزنقه، وكنتلاقى مع الناس في المحاضرات وفي ليزونيفرسيتي فين كندير داك لي كونفرنس ديالي. راه ما تخيلوش من شي واحد كيقول لك منصف راه كنتفرج فيك في يوتيوب وكيعجبني المحتوى ديالك، وليني يا خويا راك غبرتي ما بقيتيش كدير. وانا تنقول لك انا غادي نكمل ان شاء الله باذن الله. واليوم قررت هذه الحلقه هذه انا غادي غير ندوي معكم غير دردشه، عاوتاني غادي ندوي معكم باش نقول لكم ان شاء الله باذن الله. هذا رمضان هو جاي باذن الله الا بقينا حيين، هذا رمضان هو جاي غادي نديروا دي بودكاست ماشي مع ناس معروفين. انا ما عندي ما ندير بالناس معروفين كيدخل واحد 4 المليار 5 المليار ولا معروف في يوتيوب باش نعمر وندير المشاهده، لا داكشي انا ما عندي ما ندير به. انا بغيت دراري ولاد الشعب قولوا لي نتوما شنو هي المهنه ولا الحرفه اللي بغيتوا تعرفوا. خلي داكشي ديال التجاره الالكترونيه، التجاره الالكترونيه غادي ندويو عليها، هذيك غادي ندوي، اعطيوني الاخوان اللي بغيتيو قولوا لي، غادي نجيب مهنيين ناس بغاو يدوزوا معايا اليوم في حلقه باش يسمعونا البدايه المكفسه ديالو الى حتى وصل لواحد لانديبوندونس فينانسيير، وصل لواحد اش غنقولوا له حنا انديبوندونس ولا مستقلا ماديا، ما بقى عنده لا باترون ولا حتى شي حاجه. والحمد لله وكيفاش عاشوا الناس مورا كوفيد لانه دازت صعيبه علينا شي شويه كاملين، وكيفاش اليوم كيقاوم باش انه يوصل. وليني قبل ما غادي نبدا الحلقه ديالي الدراري البنات، قبل ما غادي نبدا الحلقه ديالي غادي نطرق على واحد ثلاثه ديال المواضيع. الموضوع الاول هو بزاف الناس كيتفرجوا فيا وكندير انا المحاضرات ديالي دائما كطرح هذيك لا كيسيون ديال لورينتاسيون اتجاه. انا غادي نقول لك واحد القضيه، سواء كنتي كدير لوديت كونترول دو جيستيون لا كونطابيليتي لا فينانس البيع البيولوجي الفيزيك الشيمي اي حاجه كديرها، انا هنا نقدر نقول لك بانه روح المقاوله حتى دائما. انا ما كندويش على الصالير الاخوان، الله يرحم لكم الوالدين، وبزاف ديال الناس كيعيطوا عليا كيقول لك دوي على كيفاش الناس يقلبوا على خدمه، كاع لا تقلب على خدمه. انا ما تقولش لي قلب على خدمه، وما عمري غنقول لك قلب على خدمه، انا تنقول لك تفورما بوحديتك وعلم راسك داك المهارات ديال 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 كيفاش نكون راسي انا. لانه انا غادي نقولها لك وكنمشي انا بواحد المبدا ديال الا ما حققتش الحلم ديالي انا راه غادي يجي واحد اخر عنده الفلوس وغادي يدخلني نخدم باش نحقق ليه الحلم ديالو. وانا هادي ما بغيتهاش، ما بغيتش نوصل لهذا المستوى ديال انني نخدم عند شي واحد باش نحقق ليه الحلم ديالو ونحقق ليه الارباح ديالو وانا يعطيني سالير. وتحيه للناس الموظفين، انا ما عمرني كنقول موظف عبيد ابدا، الموظف عنده قيمه، ولكن الموظف انا نبغيك اخويا تفكر انك واحد النهار تخرج ديالك وتعيش هذيك الحياه اللي ديك النعمه اللي غادي يعطيك الله سبحانه وتعالى. داكوغ، دونك سواء كنتي في لا فينونس ولا كنتي في ما عرفت شناهو داكشي، لازم عليك انك تاخذ لو ديبلوم. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي منصف راه ما بغيتش نكمل قريتي، هذاك انا كنتعصب، سمحوا لي كنتحمس شي شويه في الهضره، رجعت عاوتاني راه رجعت عويشه للقاعده ديالها ديال كنتحمس في الفيديو وما موجد والو، ما بغيت نوجد حتى شي حاجه. بغيت نقول لكم بانه هذوك الناس الدراري اللي كيقول لك انا غادي نحبس قريتي
غادي نخرج من الباك ولا غادي ندير بروميير اني ودوزيام اني ديالي وغادي نحبس وغادي نخرج نخدم. انا هنا تنقول لك يا اخي او لا اختي كل ما كملتي كان احسن. كل ما كملتي المستوى الدراسي ديالك كيطلع كل ما كتزيدي في في في, في العقل ديالك وكتزيد في شي حوايج اللي هما مهمين. انا تنقول لك نطاغيت ما تحبش الى عندك لي مويه وباقي عندك الجهد يزيد عام ما دا ما جاب عام عامين ما دا وما جابو كمل لا ليسونس ديالك كمل الماستر ديالك كمل شي حوايج اللي غادي يفيدوك. لانه شوف انا تنقول هذيك المهاره الصعبه ديالك اللي غادي نسميوها المهاره الصعبه اللي هي الهارد سكيلز غادي توظفك واخا ما كنحملش الوظيفه ولكن غادي تعلمك انك تجيري لونتربريز ديالك والمقاوله ديالك. بون هذه من جهه هو ديال لوريونطاسيون دير داكشي اللي بغيتي انت. ودائما تنقولها لكم بداو بالشغف ديالكم شنو بغيتي دير. كاين اللي كيعرف يحسب وكاين اللي كيعرف يبيع. اللي كيعرف يبيع غادي يمشي يدير لو كوميرس انترناسيونال ولا لو كوميرس سميجو لو كوميرس دو البيع وداكشي. واللي كيعرف يحسب راه غادي يدير لا فينونس ولا فيسكاليتي ولوديت كونترول دو جيستيون وغادي يدير اي حاجه. دونك هنا في النيفو د لوريونطاسيون راه مهمه. والشيء اللي دار هادي خصو يدير هادي واللي دار هادي خصو يدير هادي. وراه غادي دير حتى الموارد البشريه اللي ما كنتيش عارف لانه من غادي تخرج لديالك وغادي تولي باترون ديال راسك ضروري انك غادي تقيس الحسابات وغادي تقيس المبيعات وغادي تقيس الموارد البشريه وغادي تقيس اللوزين وغادي تولي كوخسيه وتولي اي حاجه في ديك الشركه لانك انت اللي غادي يعتمدوا عليك الناس وغادي تعتمد على راسك انك غادي تخرج للشركه ديالك وغادي تخرج للمقاوله ديالك وغادي تولي واحد الانسان كيفهم في كل شيء. كتفهم في كل شيء. وهنا ما خصكش تحبس من لوريونطاسيون. حاجه اخرى باغي نهضر عليها غادي نتحمس عاوتاني صراحه والله الا غادي نتحمس. الناس ولات كتقول الوقت صعابت. اوكي انا غنمشي معاك في داك المنطق ديالك الوقت صعابت اخويا وانت كتفرج فيا دابا نعم الله فش من اجواء كتفرج فيا وكتقول هاد خينا هذا اللي جالس كيهضر دابا منصف كيقول الوقت صعابت. اوكي الوقت صعابت على من على شكون؟ على واحد السيد ولا واحد السيده في خبارو غادي يدير واحد البروجي ولا قالوا له راه كاين الفلوس في واحد الميدان وانت كتقول مع راساتك انا غادي نفشل. شكون قالها لك؟ شكون قال لك انت غادي تفشل؟ مني جبتي هذه الهضره هذه صافي ديك هنا ما تيقش في راسك. انت هنا ما تيقش في القدرات ديالك. غادي تقول لي انا ما عنديش راس المال. شكون قال لك اخويا كاينين مشاريع براس المال؟ فمك راس مالك، سافوار فير عقلك راه راس مالك، تليفونك راه راس مالك، بيسي ديالك شنو؟ كاينين الناس اليوم قسما بالله وان شاء الله باذن الله في هذه الحلقه اللي غادي نبدا ندير غادي نجيب لكم ناس اللي بدا بزيرو درهم بالجبهه وحلاوه اللسان وشويه ديال السوفت سكيلز الهيومن سكيلز المهارات الشخصيه ليونه لانه غادي نهضر عليهم من بعد ما نهضرش عليهم دابا حتى الا جيت نهضر غادي الفيديو غادي يدير ساعتين ونص. المهارات الشخصيه هما واحد العيبات ما كتقراهمش في المدرسه وما كيعلموهم لك حتى شي بلاصه من غير الزنقه ومن غير المجتمع. هو الخدمه تحت الضغوطات هو السمع هو لا فليكسيبيليتي الليونه ديالك لادابتابيليتي كتادابط مع التاقلم مع الجو اللي انت فيه. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ انا كندوي معاك اليوم بحرقه ودائما انا كنهضر بحرقه لانه بزاف ديال الدراري الشباب كنبقى نسمع التخربيق انا سي مون سيف غادي نخرج من الخدمه ولا غادي نخرج من المدرسه وغادي نبيع ونشري. اش غتبيع اش غتشري؟ ما غتبيع ما غادي تشري غادي تكمل القرايه ديالك وغادي تزيد بها للقدام لانه هذاك العقل ديالك اللي باش كتفكر غادي تندم عليه منين غادي تكبر منين غادي تولي دير 40 عام قدي انا شحال من حاجه انا نادم عليها دابا لانني ما تعلمتهاش ملي كنت صغير ما كانش عندي داك العقل كنت باغي ندخل الفلوس. انا كنعاود نقولها لكم الفلوس راهم غادي يجيو الفلوس غادي تدخلوهم طوطه غادي يدخلوا الفلوس. كيفاش غادي تدخل الفلوس؟ باي طريقه غادي تدخل الفلوس؟ ولكن غادي تدخل الفلوس بالطريقه ديالك انت ما بين قوسين. الله يرحم لكم الوالدين. الدراري ولا البنات تفرجوا فيا شوفوا وسمعوني مزيان اش كنقول لانه كل كلمه كنقولها كنقولها عن جدارة وتنقولها عن حرقة وعن حب الولاد بلادي وعن حب الشباب ديال بلدان اخرين الجزائر متبعيني حتى هما الناس اللي عايشين في فرنسا. المهم اي بنو ادم تيفهمني اش كنقول ما باقيش تقارن راسك بواحد اخر
ما بقاش تقارني راسك بواحد اخر، لان واحد اخر عنده عقله، واحد اخر عنده حياته. شوف انت ولا شوف انت شنو هي الحاجه اللي غادي تبدع فيها، ماشي حيت هو عاوتاني يدير مشروع انا غادي نوض ندير مشروع بحاله وما عنديش المهارات. ما نبقاو نقارنوا، لانه منين ما غتوصلش لداكشي اللي كيدير هويا غادي تحس براسك انت ابلد ما يكون في الحياه. وهذه هي اللي ما بغيتكش انت توصل ليها، ما بغيتكش توصل انك تقول انا انسان فاشل وغير لائق وما صالح لحتى شي حاجه. ابدا ابدا. انا اضطريت ندير هذه الحلقه اليوم، اضطريت انني ندوي معكم بحال هكا بهذه الحرقه هذه، وسمحوا لي الا خرج شي لفظ ولا خرجت شي طريقه خايبه، ولكن ضروري يا الدراري الله يرحم لكم الوالدين انكم تعيشوا داك الحماس، خصكم تبقاو في الايجابيات. الله يحسن العوان ديال كل واحد كل واحد، ولكن ما ننساوش اننا كنا بادين من الصفر، وهذاك الصفر حنا معندينو وقايسينو وعايش معانا، ومازال نطيحو ومازال نوضو، ولكن ما كنابوندونيوش. عفوا، شحال من واحد اليوم تيقول لي انا خويا فشلت فشلت وطحت، علاش؟ لانني كنت بغيت ندير واحد المشروع اللي ما كنفهمش فيه، ما كنفهمش فيه، بغيت ندير بحال فلان ما صدقاتش ليا وكذا والمسائل. الوغ كو سي بافي، يمكن لك دير اي حاجه. اليوم انسان بنو ادم خلقنا الله باش نخدموا عقلنا، واي دومين تنتحدى اي واحد في هاد لا فيديو هادي، اي واحد اقسم بالله الا كل واحد عنده واحد المجال ديالو فين كيبهر فيه وفين كيطير فيه. كل واحد فينا، كل واحد كيتفرج، منين ما تفرجتي فيا المدينه اللي كنتي فيها، الا فهمتي وقريتي واحد الدومين وعشتي فيه وقصيه، حتى واحد كيقول لك انا فشلت وغادي نفشل هو باقي ما قيسوش وما جربوش، حشومه عليك الاخوان. ما بغيتش نعطلكم، بغيت هاد لا فيديو تكون واحد لا سورس، واحد المنبع ديال الايجابيات ديالنا. داكوغ، انا ما كنديرش التطور الشخصي ولا غادي نبدا نقرا عليك داك التخربيق ديال واحد اخر اللي غيبدا يقول لك هذاك الشيء وداك الشيء. لا، نوض جمع راسك، جمع الحياه طوك، باقي كاين سيدي ربي الحمد لله، باقي كاين الله، كاين الامل، ماشي كاين الحياه كيقول لك طوك يا لا فيا ليسبور. لا، كاين سيدي ربي، كاين باقي الامل، امل مازال خدامين اخويا، مازال خدامين. فين ما بغات تجي الخدمه نخدموها، اي حاجه نديروها حنايا. غير نعاود نرجع للنقطه ديال اللي باغي يخرج من المدرسه، انا تنقول لك ما تخرجش، ما تخرجش اخويا من المدرسه. شحال ما كان في العمر ديالك 17 18 19 20 21، شنو ما كنتي باغي دير، خلي هذاك داك الطموح ديالك حطو حداك، كون راسك، قاد شغلك، قاد لي كومبيتونس ديالك، وغادي يجيب الله تيسير. اخوان، بغيتكم تفاعلوا معايا في هاد لا فيديو هادي، بغيت لي كومونتير الايجابيه. ما عرفتش يوتيوب اليوم غادي، الله اعلم، بعد ما حطيتش بزاف ما عرفتش ما غيكونش التفاعل بزاف، ولكن الا عجبتكم هاد لا فيديو هادي بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم، الا ما عجبتكمش ما تبارطاجي ما حتى شي حاجه، انا تنقولها لكم داكوغ. داكشي ديال لايك وابوني وداكشي، انا مع البركه عليا على الناس اللي كتفرج فيا، وبركه عليا الناس اللي كتبغيني، وبركه عليا انا غير داك الناس اللي كيتفاعلوا مع المحتوى ديالي. تنبغيكم بزاف، وتنعاود نقولها لكم ان شاء الله باذن الله. رمضان ها هو جاي، انا غادي نوجد واحد السلسله ديال الحلقات زوينين، ولي نكتبوا لي شنو بغيتو، بغيتو سباك، بغيتو ميكانيسيان، بغيتو تريسيان، بغيتو واحد من التوزيع، غادي ندخل معكم في لو ديتاي، وغادي نقولها لكم بانه راه حتى حاجه ما غادي نخبيها، اللي كيربحوا غادي نقولوه، باش حنا خصنا نزيدوا للقدام. وإلا كل واحد فينا كان اونيت وكانت هاد الشفافيه وتيقول لك شنو غادي دير كان احسن. والاخوان، الله يجازيكم بخير، ما باقينش تسولوا اش من مشروع مربح، راه ما كاينش اللي غادي يعطيك مشروع مربح، كاين شنو بغيتي انت دير من هذيك الفكره ديالك، من هذاك الحلم ديالك، غادي نمشيو نحققوه، وغادي نمشيو من الطموح ديالك غادي نمشيو للانجازات اللي خصك دير، وطريقه التعامل ديالك، وغادي تربح. لانه اليوم ساهل، انا كنقولها ودائما تقولها، بغيتي تربح 200 درهم 300 درهم في النهار ساهله، خصك تبرد وتكالمي، وما تبقاش كتقفز، وما تبقاش كتقلق بزاف، داكوغ، غادي تدخل فلوسك، غادي تدخل فلوسك. وكنبغيكم بزاف، كان معكم منصف بن جلون، مدرب في تنمية المبيعات وكوتش ديفلوبمون ديال الشركات الصغرى، وتنبغيكم بزاف
والله يحفظكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.